مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذا الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. ونبدأه إذن بقراءة في العناوين: الطلبة الأطباء يواصلون التصعيد ضد الخدمة الإجبارية، وحادثة سير مروعة بين الرباط والبيضاء، والمغرب الفاسي يتأهل لدور الربع من كأس العرش. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يواصل الطلبة الأطباء حملتهم النضالية التصعيدية بعد أن قرروا مقاطعة الدخول الجامعي وكذا بالتدريب بداخل المستشفيات باعتصام من داخل كلية الطب والصيدلة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ورددوا خلال اعتصامهم شعارات قوية ترفض رفضا قاطعا الخدمة الإجبارية. طاقم شوف تيفي كان هناك وأعد لنا هذا الربورتاج، نتابع. احنا اليوم كنخوضوا هذه الوقفه الاحتجاجيه، وهي مظهر من مظاهر الاحتجاج اللي تزامنات مع مقاطعه الدخول الجامعي. هو القرار اللي تبنته التنسيقيه الوطنيه لطلبه الطب المغرب من بعد سلسله من المراحل النضاليه اللي خضناها وحاولنا فيها نفتحوا حوار جاد مع وزاره الصحه، قوبل بالرفض في 5 مرات. وضعنا 5 طلبات استماع اللي يا اما قوبلت بالرفض او ببعض يعني الاسباب الواهيه من اجل رفض الحوار. كانوا بعض المرات كيجيبوا الممثلين ديالنا حتى قدام الوزاره وكيرفضوا يستقبلوا العدد كامل، يعني بحجه العدد او بحجه ان الطلبه لا علاقه لهم بوزاره الصحه. المقاطعه جا كرد على سياسه الاذن الصماء اللي نهجتها تجاهنا الجهات المسؤوله من بعد ما تبنينا واحد الملف مطلبي اللي كندافع عليه منذ سنه 2011، واللي تزاد عليه هذه السنه الحدث المستجد ديال الخدمه الاجباريه. نحن كطلبه طب حنا ولاد الشعب وما رافضينش نخدموا الشعب في المناطق النائيه، بالعكس. والدليل ان الاطباء من نهار كانوا كيتوظفوا في وظيفه العموميه وهما تيمشيو غير للحدود، كيمشيو للجبال، كيمشيو للعروبيات، ما كيتوظفوش في الدار البيضاء ولا في الرباط. بالعكس، حنا من نهار الاطباء تيخرجوا يخدموا تيمشيو للمناطق النائيه. هادشي اللي بغيت نوصل اول حاجه. ثاني حاجه بغيت نوصل كافه الناس ان المقاطعه ما جاتش غير على ود الخدمه الاجباريه. الخدمه الاجباريه كانت النقطه التي افاضت الكاس. الخدمه الاجباريه هو واحد لا غوفونديكاسيون من لو دوسي كامل. لو دوسي شنو فيه؟ ظروف التكوين. حنا كنعانيو كطلبه من ظروف تكوين كارثيه، منها انك كتمشي للمصلحه في المستشفى الجامعي كتلقى 50 طبيب في سيرفيس واحد وجوج ديال الاساتذه اللي كيكونوا. اشنا هي هاد الظروف ديال التكوين اللي كتكون 50 تلميذ ولا 50 طالب في سيرفيس واحد؟ انا اللي بغيت ناكد عليه هو اننا حنا ما عندنا حتى شي صراع شخصي لا مع شخص رئيس الحكومه ولا مع شخص الوزير، ولكن هما اساتذه ديالنا، حنا كنحترموهم وكنقدروهم وغادي على المبادئ ديالهم، ولكن حنا ضد هذاك القانون اللي غادي يتفرض علينا، لان حنا اصلا كفي ظروف التكوين ديالنا حنايا عندنا اكتضاد، وبعد المرات كنضطروا النص ديال الطلبه كيخدم والنص ما كيخدمش، وكنتسناو عندنا النقص في لي فوتي، عندنا نقص في المعدات. بعد المرات حنايا كنشريو معدات من عندنا، والمعدات معروفه ديال طب الاسنان غاليه جدا، لان ابسط حاجه ممكن تشريها ب 80 درهم وممكن تستعملها مره واحده وتلوحها، لان ما عندناش غير مريض واحد. عندنا بزاف ديال المرضى اللي كنشوفوهم كل نهار، كنخدموا من 2 حتى للجمعه والسبت والحد في لي غارد، وكنخدموا في الاعياد، كنديروا لي غارد في الاعياد، وهذا الشيء كامل مقابل 110 درهم في الشهر. لا يعقل ان 110 درهم في الشهر الطبيب كيشري معدات كتعدى 2000 درهم. إلى أخبار الحوادث، حيث وقعت حادثة السير المروعة صباح اليوم على مستوى الطريق السيارة الرابط بين الرباط والدار البيضاء، حينما فقد سائق السيطرة على شاحنة من الحجم الكبير لتصطدم بأحدى لوحات إشارات
إشارات الطريق الكبيرة بجانب الطريق ما تسبب في اندلاع حريق بها، وتسببت الحادثة في توقف حركة السير لمدة ليست بالوجيزة قبل أن تتدخل مصالح الأمن والوقاية المدنية لإعادة الأمور إلى نصابها. وإلى الخبر الاقتصادي، حيث أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك اليوم الأربعاء بالدار البيضاء خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المجموعة بالدار البيضاء عن وضع تدابير وخدمات صح خاصة جديدة لفائدة المقاولات الصغرى اختارت لها شعار أنا معك. الزميل مروان بالفقير كان هناك وأعد لنا هذا الروبورتاج بكاميرا زكريا صفريوي، نتابع. أنا معك التزام جديد تضع به مجموعة التجاري وفا بنك زبناءها من المقاولات الصغرى في صميم استراتيجيتها، وتعتزم الاضطلاع بدورها كاملا كبنك شريك في تطوير وتنمية هذه المقاولات التي تعتبر محركا فعليا للاقتصاد الوطني بالنظر لمساهمتها في خلق الثروات وفرص الشغل. أنا معك. إذن هذا اللقاء ديال اليوم جينا باش نكرسوا فيه الاستراتيجية اللي دارتها التجاري وفا بنك منذ سنوات في اتجاه المقاولات الصغيرة جدا، وكذلك اليوم بناء على استراتيجي جديد ديال المقاول الذاتي جينا بواحد الفكرة جديدة اللي هي كتدور في محور أنا معك، باش نقولوا لهاد المقاولين وهاد الشباب وهاد الشركات الصغيرة رحنا معاكم، الجهاز البنكي معاكم، التجاري وفا بنك معاكم في التمويل، في النصح، في التأمين، وكذلك في المساعدة باش هذه المقاولات تزيد تكبر وتزيد تنمى. تجربة وخبرة مجموعة التجاري وفا بنك في تمويل وتأطير ونصح المقاولات الصغرى مكنتها من الاقتراب أكثر فأكثر من هذا النوع من المقاولات التي يجب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وخصوصا البنوك لتطويرها والارتقاء بها. باقي بعيد من الهدف ديالنا مع الأسف، باقي بعيد شوية عن الهدف ديالنا، ولذلك خص المجهودات كاملة ديال الدولة وديال القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك وخصوصا البنوك باش تساعدهم باش يتطوروا، لان كنلاحظوا فعلا ان المقاولات الصغرى كتبقى دائما صغرى، ولكن الهدف من كل مقاول هو يزيد يكبر، وهذا خصو المساعده وخصو التمويل وخصو التاطير وخصو النصح. الجديد هو هاد التجربه اللي درنا في الاعوام مكنتنا باش نفهموا اكثر هاد الشريحه باش نتقربوا لها اكثر، وفعلا حنا تعلمنا معها لان البنوك كانت شويه بعيده على هاد الشريحه ديال المجتمع المقاولين الصغيرين. اذا جينا بهاد التجربه الكبيره وشخصناها في هاد الكونسيبت ديال انا معك. إضافة إلى 5 ملايير درهم التي خصصتها هذه السنة مجموعة التجاري وفا بنك لتمويل 20,000 مقاولة صغرى، وفا بنك تضع حصريا تنظيما داخليا خاصا بالمقاولات الصغرى يرتكز على أدوات فعالة من أجل التعرف بشكل أفضل على الزبناء وتبسيط مصادر التكفل بطلبات التمويل. وإلى الخبر الرياضي، حيث تأهل فريق المغرب الفاسي لدور ربع نهائي كأس العرش على حساب نادي أولمبيك سافي بعدما فاز عليه في مباراة الإياب بهدفين لصفر على الرغم من انهزامه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، وتمكن فريق النمور من تسجيل هدفهم الأول عن طريق إبراهيم سيدي بي في الدقيقة 13 قبل أن يزكي وسام البركة النتيجة بهدف آخر في حدود الدقيقة 44، فيما عرفت المباراة طرد اللاعب هيثم البهجة من الأولمبيك المسفيوي، وبهذا الفوز يتمكن المغرب الفاسي من التأهل إلى دور الربع في مسابقة كأس العرش، فيما توقفت مسيرة القرش المسفيوي في حدود هذا الدور بهذه المسابقة. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الحصاد اليومي، قدمناه لكم من قناة شوف تيفي، شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. Wow.